مجلس الأمة من مجلس القمة 34 وهما قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجية. للحديث أكثر عن القمة الخليجية 34 رحبوا معي بالضيف دكتور فهد العرابي الحارثي، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام. أهلا فيك أستاذ فهد، معنا في برنامج إضاءات خليجية. أهلا وسهلا، الله يحييك. دكتور فهد، إذا أردنا أن نتكلم بما أن القمة الخليجية احتضنت الدول الخليجية كافة على طاولة واحدة في جلسة مغلقة حاليا لتناول العديد من النقاط والأمور التي ربما تكون على أصعدة مختلفة، برأيك ما هي أهم النقاط التي سيتم طرحها على طاولة القمة الخليجية في الوقت الحالي؟ الواقع أنه كثير من المهتمين بالشأن السياسي وبالذات فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي والقمة اللي تعقد في الكويت حاليا حاولوا أن يحصلوا على معلومات منذ يوم أمس، منذ اجتماعات وزراء الخارجية في دول المجلس، لكنه لم يتسرب أي شيء عن هذه الاجتماعات مع الأسف، وبالتالي بقيت الأمور في إطار التكهنات إن صح التعبير. طبعا هو لأسباب التكتم اللي حصل له أسباب يمكن نتحدث عنها بعد شوي، اللي هي حكاية التصريحات اللي صدرت عن وزير الخارجية العماني فيما يتعلق بمشروع الاتحاد الخليجي، يمكن هذا أحد الأسباب. لكن من المعروف أنه في أشياء حتناقش، الأشياء الروتينية المعروفة أكيد حتطرح، حيعاد الكلام عن موضوع البيئة على سبيل المثال، موضوع التعليم في دول الخليج، موضوع العملة الموحدة، بعض المشاكل الاقتصادية، بعض الأشياء اللي هي في الجانب الإداري والتنظيمي إن صح التعبير بين دول المجلس. لكن المشروع الأهم أو المشروع الأكبر اللي هو مشروع الاتحاد الخليجي اللي طرحه الملك عبد الله في عام 2011، والذي شكلت له لجان من لجنة رئيسية بالدرجة الأولى من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقدمت تصورها لشكل الاتحاد وللآليات والأطر التي يمكن أن ينتظمها الاتحاد. هي انتهت من أعمالها منذ فترة طبعا، وكان المفروض أنه يتقدم خطوة أبعد شوي موضوع المشروع، يمكن كان من المفروض أن يقر حتى في الكويت، وكانت مناسبة جيدة لأنه أصلا فكرة مجلس التعاون الخليجي بدأت في الكويت. صحيح. فكان من الجميل أيضا أنه فكرة الاتحاد الخليجي تنجز في الكويت، كانت يعني حتكون، وهذه من حسن حظنا أن نلتقي فيكم دائما في هذه القمم الطيبة. نعم. لكن مع الأسف الشديد الضربة الاستباقية إن صح التعبير اللي وجهها وزير الخارجية العماني إلى هذا المشروع من البحرين قبل كم يوم، يعني كانت أربكت المجلس وأربكت الدوائر المهتمة بهذا المشروع بكل صراحة. وقيل أنه يعني كان بإمكان وزير الخارجية العماني أن يطرح هذه الفكرة اللي قالها كتصريح في 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 عمان، أن يطرحها في إطار مجلس الوزراء اللي سيعقد، اللي عقد يوم أمس يعني، وله كامل الحرية أن يقولها. لكن هي الفكرة أنها طرحت على وسائل الإعلام، وكانت اللهجة لهجة حادة شوي، فيها 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 نوع من التحدي، نوع من ال، بس يعني إذا نظرنا لها بصورة ثانية دكتور فهد، يعني نوع مثل من الإنذار التحذير يعني، وأنا ما كانت يعني أختلف يمكن معك بهالنقطة، يعني خلني أطلع من جانب كمذيعة وأتكلم كمواطنة خليجية. نحن كأسرة واحدة، ربما دائما الأسرة الواحدة ممكن تختلف فيما بينها بين أفرادها، لكن هذا لا يعني بأن الشخص يكره الآخر. وإذا اختلفنا في نقاط مثلا معينة، أو اختلفت عمان مع منظومة مثلا الانتقال إلى الاتحاد، لربما من الممكن أن يتم هنالك بعض التعديلات في بعض النقاط، في بعض الأمور التي ترضي جميع الأطراف. وما دمنا نحن نقول بأننا في قمة خليجية، فبالتأكيد نحن دائما على طاولة نقاش وتحاور مختلفة. ممكن أنك أنت تطرح فكرة وممكن أنا أختلف معك، لكن هذا لن يفسد الود قضية. لا، هو ما أنا ما أتكلم أنه
أنه ما هو من حق العمانيين أو من حق دولة عمان أن تقول رأيها وتعبر عن موقفها تجاه أي قضية من القضايا اللي تطرح في المجلس. بالعكس، أنا أعتقد أنه هذه من الأمور الصحية، أن كل واحد يعبر فعلا عن الموقف الحقيقي اللي هو يؤمن فيه ويريد أن يتبناه ويريد أن يكون جزءا منه. لكن هو الطريقة التي أخرجت فيها يعني هي اللي عليها التحفظ شوي. يعني كان بإمكان وزير الخارجية العماني أن يطرح هذا الموضوع في الجلسة المغلقة اللي عقدت أمس مثلا، ويقول ما قاله، يقول يعبر عن رأيه بأنه هو ضد فكرة مشروع الاتحاد الخليجي، وأنه إذا أعلن الاتحاد الخليجي فإن عمان ستنسحب، ما في مشكلة، ويتناقش في هذا الموضوع مع زملاء الوزراء. لكن أن يفجر هذا قبل القمة بيومين على مستوى الإعلام بنفس اللهجة الحادة اللي لم نتعودها، يعني نحن كمثقفين وكمواطنين خليجيين لم نتعود من العمانيين ومن المسؤولين العمانيين هذه الحدة في التصريحات. يعني معروف أنه السياسة العمانية سياسة هادئة، سياسة رزينة، سياسة يعني تأخذ وقتها في التأني، لكن في الطريقة التي قيلت فيها يعني أصابت كثير من المهتمين بالشأن الخليجي بنوع من الإحباط. ليش؟ لأنه حسينا أنه بتعبر عن خلاف عميق جدا، مهو خلاف سهل. من شان يطلع وزير خارجية ويقول التصريح بنفس الطريقة وبنفس اللهجة قبل انعقاد القمة بيومين، لكن يعني كانت دكتور فهد، إذا أردنا أن نتكلم مثلا بأن نبتعد قليلا على أن هذه ستسبب لنا إحباط، رأي عمان في نقطة معينة بالنسبة للاتحاد هذا رأي دولة يحترم، نحترمه ما في شك، لكني أنا أختلف معك بأن هذا ستسبب إحباط. وأكبر دليل على ذلك بأن نحن حاليا أو قادة دول مجلس التعاون مجتمعين في جلسة مغلقة لبحث نقاط كثيرة تهم الشعوب أو المواطنين الخليجيين. على سبيل المثال انسحاب عضو فاعل ومهم مثل سلطنة عمان أو بعدم مشاركتها في فكرة الاتحاد، لكن هذا لن يمنع من أن يكون هنالك في منظومة تجمع باقي دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون هنالك عجلة تنمية نتفائل فيها إن شاء الله إلى الأمام. أكبر دليل على ذلك يعني ما بين لنا الضيف السابق الأستاذ فهد الحمود عن مثلا وسيلة النقل المشتركة التي ستبدأ إن شاء الله في بالقطارات، وتبدأ مثلا من المملكة العربية السعودية وهلما جرتها تبدأ إلى جميع الدول الخليجية، وهذا أيضا فيها وتصب في النهاية لمصلحة المواطن الخليجي. إيش رأيك في الكلام؟ لا أنا خليني يعني أنا على كل حال أغبطك ما شاء الله على التفاؤل اللي أنت تعيشيه في داخلك فيما يتعلق في حياتنا فيما يتعلق بمجلس التعاون. لكن إذا أردنا أن ننظر نظرة موضوعية وحقيقية لما يجري، أنا لست متفائل بما يجري في هذه القمة على وجه الخصوص، لأنه أنا أعتقد أن الوزراء في اجتماعهم أمس والرؤساء الدول في اجتماعهم اليوم يجتمعون في مناخ فيه الكثير من التوتر، وفيه توتر أحيانا يوحي لبعض المتشائمين مثلي أن هناك يعني نذر انهيار لدول لمنظومة مجلس التعاون الخليجي لأسباب واضحة. أولا الخلافات ليست فقط بكل صدق بين عمان والسعودية، سواء فيما يتعلق بالاتفاق الإيراني الأمريكي أو فيما يتعلق بموقف عمان من الاتحاد الخليجي، لكن أيضا هناك خلافات بين الأمارات وقطر، هناك خلافات بين الدول الخليجية أخرى بين البحرين وقطر مثلا، هناك يعني خلافات أخرى يعني متعددة بين هذه الدول. ثم الاجتماع الذي يتم اليوم مباشرة بعد التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية عمان، أعتقد أنه سيكون هناك قمة ساخنة. أعتقد أيضا أنا أتمنى طبعا أن يكون عندي درجة التفاؤل اللي عندك، وأقول إن شاء الله أنها تخرج القمة بقرارات يعني تعيد الأمل إلى المهتمين بالشأن الخليجي والمهتمين يعني مثلا دكتور فهد قلت أن هنالك نقاط مثلا تدعوك إلى عدم التفاؤل. لا، وبعدين على فكرة بالمناسبة يعني عشان بس أكمل الفكرة، أنت أشرت إلى القطار اللي بيجي إن شاء الله. النقل المشترك، نحن الآن نتكلم عن الدورة 34، يعني عندنا 34 سنة، يعني ثلاثة لو رجعنا للإنجازات التي تمت في 33 سنة الماضية
ترى لا تكاد تذكر يعني في بالنسبة لتاريخ المجلس. المواطن الخليجي والمهتمين بالشأن الخليجي كانوا يتوقعون أو ينظرون إلى هذا المجلس بأنه سيحقق لهم كثير من الأمل والطموحات. هناك كثير من الملفات اللي تأجلت واللي تعطلت واللي لم تنفذ. طيب برأيك شنو هذه الأمور اللي أدت إلى تعطل مثلا القرارات السابقة؟ إذا بنمشي بنظامك الغير متفائل، إذا احنا قلنا أنها الدورة 34 وفي نفس الوقت برأيك أن كان هناك العديد من الأمور والنقاط التي تم طرحها على مدى 3 عقود في القمم السابقة ولكن لم تنفذ، فبالتالي تؤدي إلى الإحباطات. لماذا لا نقول بأن التغيرات الاقتصادية والسياسية هزت المنطقة بشكل كبير فأصبحت هنالك صحوة أو أصبحت هنالك نوع من الرؤية؟ إذا أردنا أن نبحث عن مشجب نعلق عليه فشل مجلس التعاون الخليجي في تحقيق طموحات المواطنين الخليجيين، المشاجب كثيرة. ممكن نقول تغيرات الإقليمية، ممكن نقول التحديات المحيطة بالمنطقة، لكن هذا الكلام ما هو دقيق. نحن لا ننكر طبعا أن المجلس له إيجابية كبيرة جدا، وهو أنه على الأقل صمد 34 سنة أو 33 سنة، واختلف معك رح يصمد بعد، وكل التجارب التي تمت الوحدوية في العالم العربي كلها فشلت وهي لم تولد بعد، وبعضها فشل وبعد عمر قصير جدا. فكون مجلس التعاون الخليجي يصمد كل هذه السنوات، هذا يدل على 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 حكمة وتوفيق الزعماء الذين يديرون هذا المجلس، بحيث أنهم حافظوا على هذا الكيان أنه يستمر إلى اليوم. هذا جانب إيجابي كلنا نؤمن فيه، وكلنا يعني يعطينا جانب شوي من التفاؤل. لكن على مستوى الإنجازات وعلى مستوى هذا لا، تحس يعني أنها ضئيلة. كانت تطلعاتنا أكبر، وأعتقد تطلعات كل الخليجيين كانت أكبر، وأنا أظن إنه ما لم يتم التغلب فعلا على الحساسيات التي يعني أنا أعتقد من الكلام اللي قيل على سبيل المثال. طبعا أنا أعرف أن الكويت نفسها مترددة في الاتحاد الخليجي، يعني لم تعطي الموافقة حتى الآن. أنا أعرف مثلا أنه الأمارات مترددة أيضا، يمكن أكثر شوي حتى مترددة فرق على أنها رافضة. طبعا أكيد ممكن يكون هنالك نوع من التغييرات بينهم، لكن أنا أظن أنه كل اللي يقال ونشر واللي يتداول ليس هو السبب الحقيقي في التردد، أو حتى في رفض عمان. يعني مثلا عمان بتقول نفس الكلام اللي أنا بقوله الآن، وردته أكثر من مرة الحقيقة، وموقفها ليس جديد. يعني قيل أمس ما هو جديد، هذا موقف عمان منذ أن طرحت فكرة الاتحاد الخليجي، وقيلت في حتى في اللجان الفرعية التي يعني عملت على 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 عمل نظام الاتحاد الخليجي والإجراءات والآليات اللي يتم من خلالها. لكن اللي أريد أن أقوله إنه الذي تم اليوم، إنه هناك تردد من هذه الدول ليس للسبب اللي ذكرته عمان. مثلا عمان بتقول نحن لا نريد الاتحاد الخليجي ولا ونحن يعني لن ننضم إليه، لأنه بكل بساطة في خلال 30 سنة الماضية والثلاثة وثلاثين سنة الماضية لم يعمل المجلس نفسه أي شيء يعني من المنجزات اللي احنا نعتقد أنها مفيدة لدول المجلس. فلماذا الوحدة إذا كان الصيغة الحالية فشلت في أن تحقق تطلعات الخليجيين، لماذا ننتقل إلى موضوع الوحدة تمام أو الاتحاد الخليجي؟ طبعا انا اعتقد انه هذا ليس السبب الحقيقي. السبب الحقيقي ان في هناك حساسيه من الشقيق الاكبر اللي طرح المشروع، خوفا من هيمنه هذا الشقيق الاكبر على مجريات السياسه. دكتور فهد، احنا ما نقدر، انا بتكلم بصراحه، احنا ما نقدر ندخل او نجزم في افكار او في معطيات وهذا كان رايه وهذا كان رايه. هذه سياسه بلد، على كل حال هو مثل ما هي سياسه مثلا المملكه العربيه السعوديه التي لا يجب ان اي احد يدخل في امورها الداخليه، واحترام لجميع الدول الخارجيه. نستطيع ان نقول بان اختلافنا مع عمان اليوم ممكن ان في يوم من الايام راح ينحل، وهي امور انا اعتبرها جذريه، الاختلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي. تبين نستمر في المجاملات؟ لا مو مجاملات، نقلب
اللقاء مجاملات؟ لا انا ما عندي مانع مجاملات، لكن تبين نتكلم بكل صراحه ووضوح. احنا لما انا ابدي رايي في سياسه الكويت، وابدي رايي في سياسه السعوديه، وابدي رايي في سياسه عمان، وهذا لا يعني اني اتدخل في سياستهم، لكن انا ابدي رايي فيها. انا احترم وجهه نظرك بشكل كبير، بالعكس دكتور فهد، لكن اذا احنا بنتكلم عن الاختلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، هي من الازل كانت هنالك ايضا اختلافات بين مثلا دول شقيقة بينها وبين بعض على حدود معينة، لكن هذا ما يفسد للود قضية بأن احنا ممكن نطمح بأن يتم حل لهذه الأمور، يعني احتضان مثلا دولة الكويت لأكثر من قمة، أن تحتضن أيضا المملكة العربية السعودية وقطر وغيرها، أن هنالك في مبادرات مثل ما نقول إيجابية. إذا احنا بنقعد نشوف الأمور السلبية ما راح نخلص. يعني متى مثلا أنا كمواطن خليجي أقول لك إنزين متى راح يكون هنالك في حل لقضايانا؟ متى راح يكون التعليم في مستوى عالي؟ متى راح تكون الصحة في مستوى عالي؟ متى راح يكون عندنا الخطر الإيراني اللي يعتبر كفزاعة مثلا في الخليج، بأن دائما يكون هنالك في خطر للخليج ويصب فقط على الشأن الإيراني؟ أنت الحين بتقولين نفس الكلام اللي كنت أقوله أنا، بس هم في هذا ما يمنعني إن أنا ما أتفائل. الحياة أساسا تفاؤل. احنا نتكلم سياسة ونتكلم تحليل، في ما نتكلم لا أمنيات ولا أحلام. نعم. احنا نتكلم سياسة ونتكلم تحليل. الواقع الخليجي اليوم سيء جدا. علاقات دول الخليج بعضها ببعض سيئة جدا. نعم. النتائج التي توصل إليها مجلس التعاون الخليجي إلى اليوم لا تلبي طموحات المواطنين الخليجيين. الحين تقولين نتفاعل، نتفاعل، أنا ما عندي معنى. رأيك شنو هي مثلا الحلول؟ شنو هي الخطوات اللي لازم تقوم فيها دول الخليج على أساس نطلع من مثل ما يقولون رأس الزجاجة ونبتدي نكون دائما أو نحقق شيء على أرض الواقع؟ أعطني حلول، ما احنا ما نقدر دائما نتكلم. أن يكون هناك نيات مخلصة، أن يكون هناك زرع للثقة بين دول المجلس نفسها، وهذا أول شيء، وبين الزعماء والحكومات الخليجية. ما لم يكن هناك ثقة وما لم يكن هناك حسن نوايا، أنا أعتقد أنه كثير من المشروعات ستصطدم بعقبات، يعني بعقبات ليست سهلة. يعني أنت برأيك أن لازم تكون رؤية موحدة بالنسبة لجميع الدول؟ أنا لا أطلب رؤية موحدة، أنا أقول أنه لابد أن يكون هناك اختلافات في وجهات النظر، لكن في فرق بين اختلافات وجهات النظر، وفي فرق بين المساس بالأساسيات. يعني مثلا هذه الفكرة التي طرحت من السعودية، أنا ما أتكلم بهذا الكلام لأنني سعودي، أنا أتكلم لأنني خليجي. نعم. تمام. هذا الكلام، المبادرة اللي طرحت من المملكة العربية السعودية ومن الملك عبد الله الاتحاد الخليجي، هذه ليست وحي جات يعني فجأة، هذا موجودة في نظام المجلس نفسه، في المادة 34 فيما أعتقد إذا أنا ماني غلطان. نعم. في رقم المادة تنص على أنه مجلس التعاون الخليجي لابد أن ينتهي يوما ما بأن يكون اتحادا بدل ما يكون مجلس، أو يعني يخرج من التعاون إلى الوحدة. إلى الوحدة. نعم. فهذه ليست جديدة، هذه من ضمن الأهداف. أنا أعتقد 30 سنة أو 33 سنة كافية بأنها تخلق قناعة لدى هؤلاء الزعماء، إما أن يتحدوا أو لا يتحدوا. شنو يجعل مثلا عمان أو أي دولة أنها تتردد بأنها تكون في داخل دائرة الاتحاد اللي تعتبر، يعني مثلا لو نتكلم عن أوروبا، أيضا هنالك الاتحاد الأوروبي، نتكلم عن توحيد عملة اليورو، نتكلم عن أمور سبقتنا فيها الدول الأوروبية، وهي ليست على ملة ولا دين ولا اعتقاد. مو أنا كنت بقول، بس ما خليتني أكمل. الله يسلمك، أخليك تكمل الحين عزيز وغالي. أنا كنت بقول أنه هذا الهاجس اللي عند بعض الدول من يعني الشقيق الأكبر غير مبررة، لأنه الاتحاد الأوروبي اللي أنت أشرتي له يعني ناجح وخدم دول الاتحاد خدمة كبيرة جدا. مع هذا في بريطانيا قوية، وفي ألمانيا قوية، وفي فرنسا قوية، وفي هولندا، وفي النرويج، وفي لوكسمبور، اللي ما هم أقوياء لا جغرافيا ولا من حيث عدد السكان ولا من حيث عدد الاقتصاد، ومع هذا لم يهيمن أحد على أحد. هناك نظام، هناك خلق نوع من التكامل. لهذا أنا اللي كنت بقول أنه هذا الهاجس الموجود لدى بعض الدول هاجس غير حقيقي، لأن أنا لا يمكن أقتنع بأنه الموقف الذي يتخذ من الاتحاد الخليجي من دولة عمان على سبيل المثال، معليش أنا أقول دولة عمان دائما لأنها هي اللي أعلنت موقفها، سلطنة عمان هي اللي أعلنت موقفها بشكل صريح، لا يمكن أقتنع أن هذا الموقف الصلب
المتشدد فيما يتعلق بمشروع الاتحاد الخليجي سببه أن المجلس لم يحقق إنجازات ترضي ضمير المواطنين في عمان أو في الخليج بحيث أنه ننتقل إلى مستوى الوحدة. لأنه أيضا لو تخليني أكمل بس أنه أنا أعتقد أنه يمكن الحل في أنه المجلس أو الانتقال إلى الوحدة يؤدي أو الاتحاد يؤدي إلى إنجازات كثيرة أكثر من السابق، يمكن هذا محفز، يمكن الصيغة الأولى اللي صيغة مجلس التعاون لم تكن هي الصيغة المناسبة لتحقيق الإنجازات التي كنا نريد أن نحققها. يمكن لما ننتقل من صيغة مجلس التعاون إلى صيغة الاتحاد، هنا نبدأ نشعر بمسؤولية أكبر، يبدأ التكامل يكون أكثر، يبدأ الإنجازات تكون أكبر، يكون الإنجازات أفضل. برأيك ممكن راح يكون جدا هناك تكامل؟ يعني أنا أعتقد أنه اللي هم يعتقدون أنه داء، أنا أعتقد أنه هو الدواء، بمعنى أنه الانتقال إلى هذا المستوى يعني هو الذي سيحل كثير من المشاكل التي برأيك ما هي أهم المشاكل التي ممكن ستعالجها انتقالنا من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد؟ كثير. يعني عطني على سبيل المثال كثير مثلاً. كثير. مشكلة التعليم، مشكلة التعاون الاقتصادي. على فكرة عندك أمرين، الهاجس الأمني أو الوضع الأمني في منطقة الخليج أعتقد أنه يعطي أهمية للاتحاد الخليجي الآن أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في ظل التطورات التي تمر فيها المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل عام، ولا سيما بعد الاتفاق التقارب الإيراني الأمريكي الذي تم مؤخرا، وبعد أن رفعت العقوبات عن إيران، وبعد أن يعني الموضوع السوري على وشك ضربة عسكرية، وبالتالي فأنا أعتقد بأنه موضوع الجانب الأمني موضوع مهم جدا، وصيغة الاتحاد تخلق أولا معنويا على الأقل الأشياء المعنوية نوع من الهيبة لهذه المنطقة حينما تخرج في صيغة خطاب سياسي واحد على سبيل المثال أو موحد، في شكل عسكري واحد، في شكل أمني تنسيقي أكثر تكاملا من السابق. في نفس الوقت أنا أعتقد أنه الجانب الاقتصادي جانب جدا حساس ومهم. اليوم صحيح في دول بترولية عندها بترول مثل الكويت، مثل المملكة العربية السعودية، مثل الأمارات مثلا، لكن هذا لابد أن يساعد على بناء بنية اقتصادية وحدوية تضمن لشعوب المنطقة في المستقبل البعيد بنية اقتصادية مستمرة. يعني البترول ليس مستمرا، أنا أعتقد أنه يوم من الأيام حتجد هذه الدول وبالذات اللي ما هي عندها يعني بنية اقتصادية قوية حتجد نفسها في مأزق. الاتحاد الخليجي سيحل جزء كبير من هذه المشكلة، ويجب أن لا يغفل هذا الجانب. الجانب الاقتصادي يمكن يكون بنفس أهمية الجانب الأمني. ما ممكن نقول مثلا بأن الدول الخليجية أغلبها دول نفطية وبالتالي موردها الأساسي هو النفط، ومن الممكن أن يكون هنالك يعني مثل ما يقولون أتت ساعة الصفر بأن آن الأوان أن يكون هنالك طاقة بديلة، آن الأوان أن يكون الاتجاه إلى أمور أخرى، مللنا من أن نكون دائما في محل كسر. كيف تتم هذه؟ عن طريق توحدهم حول طاولتهم اليوم إن شاء الله، ويكون هنالك في خطوة فاعلة. يعني تتوقعين اليوم حيعلن الاتحاد الخليجي؟ والله أنا أختلف معكم متفائلة. كلمة أخيرة تحب أنك تقولها دكتور فهد العرابي الحارثي لمشاهدينا الكرام؟ على كل حال أنا أشكر أول التلفزيون الكويت، وأشكرك أنت كمذيعة مشاكسة طبعا. ولكن على كل حال أنا أعتقد أنه يهم السعوديين كثير أن تنجح قمة الكويت إن شاء الله، لأنه الكويت تهم السعودية وتهم تهم الدول الخليج كلها. مع الأسف العاصفة التي حدثت قبل القمة جعلتنا نحس بأنه يمكن ما تلاقي النجاح الكامل هذه القمة طبعا بكل أسف. والله أنا أعتذر منك، انتهى الوقت للأمانة، وهم أختلف معك وأقول لك إن شاء الله أن نحن متفائلين أن عجلة التنمية إن شاء الله في القمة الخليجية 34 ستأتي ثمارها إن شاء الله. كل الشكر لدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، وكل الشكر لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم الطيبة لنا، على أمل لقاء بكم غدا. إلى اللقاء.